صباح الخير والورد والياسمين. شو كمان بيقولوا؟ whatever. cheers. anyways أنا هلا بجدة بعدني برجع على الرياض. هلا ما بعرف ليه مروقة لأن طيارتي بعد شي ساعة. أنا بعدني عم بشرب قهوة. بس بدي صور لكم لأن بدي استفيد من الألوان. بفكت إنه ما في حدا قال له بليز كتو جايز عم صور. مشكلة اليوتيوبر اللي بعدها عايشة ببيت أهلها. على فكرة جيت لهون بطيارة فخمة وأنا مش معودة على هيك أشياء أبداً. بس جيت يعني شي برايفت جيت بس في بقلبها شي 20 شخص وكتير لايك لكجري. هلا أنا لايك ما فيني أرجع لإيكونومي. عشت هالعيشة اللوكجري ما فيني ارجع منها. بس خلتني افكر عن جد قد ايه في طبقات بالحياة وهيدا الشيء كتير زعجني انه في ايكونومي العادة بعدين في بزنس كلاس بعدين في فيرست كلاس بعدين في طيارة خاصة بس لهول اللوكجري بيبل. بقلب هالطيارة كمان في حسيت طبقة قدام وطبقة ورا يعني خلاص خلاص كل شيء طبقات يعني كل شيء مقسم العدد من العالم السبيشال واللوكجري وبقية العالم. ما كتير كنت ملاحظة هالشي لحتى بلشت لاحظ هالشي. بعد هيدي الاكسبيرينس I'm like ليه؟ كيف همنا first class business people انه البزنس مان ما حيقعدوا مع بقية العالم مع الولاد وهيك فهمت اوكي بس انه business class first class طيارة خاصة بعدين في classes جوا كفاية ما بعرف بتوافقوني الرأي؟ بتعرفوا ليش هول الأشياء موجودة؟ قولوا لي. يعني أكيد حبيت الإكسبيرينس بس مش ضروري نشوف هالقد في فراغ بين الطبقات كلاسز بعتقد عم قولها صح وإنه بحس إنه العالم بتقارن هيك يعني بتفكر إنه لا هيدي طبقة وهيدي طبقة كلنا نفس الشيء guys أوكي كلنا بالهوا كلنا نفس الشيء سو ما تقارنوا حالكم بحدا تاني ابدا بالحياة يعني بلحظة فيكم تكونوا بطبقة وتنزلوا لطبقة تانية وكل شيء يتغير عليكم سو ما حدا احسن من التاني. صبحية مع ليلى. anyways سكت ليلى هلا بدي روح ركض على المطار لان تأخرت not literally يعني حياخد سيارة بس انه سو حندب الشنطة ويلا والدرع حده ميكي ميكي ذا موست انوينج واي حدا يوعيكم هاي يلا ويك اب صارت الساعة 9 تكرهني سنوز اوكي رايحة على أول مقابلة بعملها على التلفزيون. I'm so nervous guys أول مرة بعمل مقابلة على التلفزيون و it's live بالعربي so تعرفوا أكيد حغلبت وش ميلك؟ هون أنا قعدت وصورت وكانت experience لما تطلع الحلقة بحط لكم اياها فيديو كامل بس الفقرة. اوكي هلا صرت بمكتبي كل عائلتي من كندا ولبنان وهون وامي وبيي كلهم عم بيقولوا لي انه كثير كانت حلوة المقابلة. بس ما بعرف ما حسيت هالقد العربي شو صعب عن جد بس it was so fun كثير حبيت الاكسبيرينس. كيوتيز هلا بنشرب قهوة وبنرجع على الحياة العادية. 3 hours later أكلة كتير صرت عم باكلها هي oatmeal peanut butter كوسة مسلوقة بعرف شوي غريب بس I promise it's good packet stevia الكوسة ما كتير طعمها قوي سو ما بحس بطعمة الكوسة بالأوتميل بس بتعطيها فوليوم يعني تشبعه أكتر وما في بقلبها كتير نشويات يعني كتير كتير قليل وبتشبع
صحتين. هلا رايحه اعمل شيء بخوف اكثر من مقابله على الهواء. قال رايحه على الدنتست نظبط اللثه. حاخذكم معي، ما بعرف قد ايه حقدر افرجيكم من الاكسبيرينس. حس حخلص العمليه ما حقدر احكي، وححط لكم سب تايتلز بس شو عم فكر. اهتمام معي اكيد، وبشوفكم بعد العمليه. سو طلع ما فيني اعمل العمليه اليوم. ارجع الاسبوع الجاي اعملها، ظبط هالسنين خلص اخلص. anyways تتذكروا من شي ما بعرف من شي 6 اشهر قلت لكم اذا بدكم تشوفوا مسرحيه قديمه انا عم غني فيها تعملوا لايك على الفيديو. اخر شي عملتوا لايكس، شفتوا اللايكس وحفرجيكم هالفيديو. رحت دورت بالفيديوز القديم لقيته وحفرجيكم المسرحيه اللي كنت غني فيها، وانا اصلا مش حاضره هيدا السي دي صار لسنين سو محضرهم سوا. اوكي ما زبط على هيدا اللابتوب فحنستعمل واحد تاني. ما زبطت. اخ مره جاي لاقي شي طريقه زبط السي دي وفرجيكم. بوعدكم حفرجيكم هالمقطع اللي بغني فيه، بلكي كذا مقطع بالمسرحيه كلها، بس هالمره نو ما زبطت. Nice. I love this game. هيدي اللعبة كنت العبها، اقعد ساعات العبها، بس ما عندنا سي دي. هلا بنشوف اذا فينا نروح نجيب السي دي. Can I try taking it off? Yeah, hold it. Go, put it on. This has been here for about like 2 or 3 years. 3 years. No, I can see it. كثير كنت شاطرة على فكرة. شوف إذا فينا نروح نشيل ال CD، لأن عنا الجيتار بس ما عنا ال PlayStation game. سو هلا بنشوف إذا فينا نروح نشتريها نبلش لعب ونضيع كل وقتنا على PlayStation. حياة الشباب. لما بدنا شغلة بنقله لريكي يروح يسأل. نوب. حتى الكاميرا مش ظابطة بهاللوج، يعني شو بعد فيه؟ بابا ما بده ياخذنا نجيب بلاي ستيشن جيم، سو كمان هيدا الشيء ما ظبط. ما في شيء ظابط بهالفلوج، فرجيكم شو في على تليفوني. ما بتصدقوا، ماي فون دايد. حتى التليفون؟ او ماي جاد ذاتس سو كريزي. ما بصدق literally كنت حفرجيكم شو الابس اللي على تليفوني وانطفى التليفون. خلص اوكي حاخد هيدا الشيء كساين انه انهي الفلوج. عن جد كل شيء ما زبط هلا. بتعرفوا انه هيدا الشيء اذا بتطبقوا كل شيء اللي بيصير على حياتكم هيدا الشيء it's a delusion. لحظة اسمه ideas of reference or delusions of reference. A notion that everything one perceives in the world relates to one's own destiny or has personal significance. يعني شي غلط. مثلا انا كنت رايحة اكل شغلة بعدين وقعت كباية انكسرت على الارض، بنحس انه هيدا الشي خصو بالشي اللي كنا حنعمله. هيدا it's a delusion. ما عرفت هالشي وانا كتير بعمل هيك. anyways بس فلسفة اخر الفلوغ. but yeah حانهي الفلوغ هون. يمكن افلوغ لما اعمل العملية واقعد بالبيت. ما بعرف كيف بس بلكي ان شاء الله خير. حيتغير شكلي بعد I don't know I'm so scared. وانا بخاف من الابرة يعني. so سمعين ريكي وعيتوا شوفوا ريكس حيتقلوا بشتقلوا لهالسبي لما ما شوفوا شي 20 دقيقة بشتقلوا. كل الجمهور مشتاق لك، شو بتقول لهم؟ يو. اوكي هيدا كان اسوء فلوج عملته بحياتي كله من ريكي. Don't judge me على هيدا الفلوج. What's judging Arabic؟ Just put the camera. I miss you. I miss you. When can it? Just playing the game. Okay, out of here. كوتشي كوتشي. Love you. Wait, just say bye. Bye. Bye guys. Say بحبكم. بحبكم وبشوفكم بالفيديو الجاي. بيس بيس. شكلي عندي برنامج. Why are you so dark?